وبقيت مقابلها هذيك الكتاميه ضاعت مني شهور وعوام ونقول هذي تنفع وهذي ما تنفع مشاش الصحه مع الايام وحومتي ما هي حومه والحاله مشؤومه ليل غالب ذلك هاد الكلام والفاني نحجه ما لاحوا علي اللومه كثرت الهموم والبروبلام وربي مولاي نعشك تعفو علينا خفت فيهم انا عندي الدروج بزاف يا عندي الدروج بزاف ايوا هانيه اختي شنو نقول لك راني عم ضاربه مع هذا الزمان هذا علاش راجلي اختي كيتوشي غير 40000 ريال وحنا بجوج وباغا الولاد وباغا شي الحوايج شي تخرج الخدمه ولا ما يبغيش يا صاحبتي ولا على ما يبغيش وكيفاش اختي بغيتي تعاوني على هذا الزمان وتيقاسه هنا في الدار اختي والله ما كره الصراحه شوفي الصراحه خاصك تخرجي تخدمي على راسك باغا الفلوس خرجي خدمي وفكره زوينه صغير يجي ونقول عليه ونشوف ايوا يا اختي قالوا لي بدات الخدمه وليتي داكشي ديال المينيكير وبيديكير زين وزات يا اختي هاني يا اختي اه ما حسدتك يا اختي تبارك الله عليك تبارك الله والله الا اختي توليتي غزاله ما شاء الله انا هنا المهم حلت الصالون وانا غاده فيه دابا شويه مزيان كومن ايوا مزيان الله يستر توتي عندي شي نقاد لك الحويله وداك الشيء واختي انا نشكي عليك ف الايدي انت ما خصهم يتقادوا وليتي يا اختي ويلي فينا ما ضفارك وفينا ما يا اختي شتي شتي حالتي كي كانت قبل ما نتزوجوا دابا وصافي جيتي مشيتي مو دابا قولي لي قولي لي كيفاش ندير يا اختي نخدم ونعاون راجلي اكون من بعد واخا تكون انت هي 40000 ريال و 40000 ريال زيدي على 40000 ريال 80 انت راه قاريه بعدا ومهم شوفي اختي واخد الباك وعندك الدبلوم شوفي شنو ديري بداك الدبلوم خدمي في شي حاجه انت عندك ليكونومي ديري شي حاجه اختي والله الا فكره كاين الشركات اللي كيبغيو ايه والله الا شي خاصو غير يعطيني الموافقه باش نعاونو اقسم بالله تندير اكثر من جهه لا ان شاء الله شوفي الرجاله غير غيعرفك غيجيبي لي فلوس غيقول لك صافي ايوا انا غادي نشوف ان شاء الله غادي نشوف يلا سيري حبيبه انا جيت نشوفك غنمشيو والله وكنت صافي معايا كاسي الاتاي ما رديتيش لك فوجك قلت لك خصني نمشي راك عارف الخدمه والصالون ما كاينش اللي كيبقى لي والله حتى انا عييت يلا سيري تنعاود نجي عندك يلا ان شاء الله الله يفرح يلا الله يعاونك يلا نستنى معاك البيع يلا يلا تهلاي فراس سلام عليك حبيبي سلام والله الا هاد صاحبتي الصراحه نفعاتني بعدا مزيان اللي جات صراحه انا كيبقى في راجلي مسكين ما كيخلي ما يدير على وديتي هو ما كيتخلص غير 40000 ريال وما كيبغيش يخسر ليا واخا ما عندوش وانا بغيت نعاون ان شاء الله غير يجي ونقنع مشي نوجد ليه شي اكله مشى الله يفتح ليه الشاي ويبغي ان شاء الله يا رب تسهل عليه يا كلنا عايشين معادلة مالية حل ولا حساب كلهم في الحب بدالة ما بقى عايش غير العذاب
وعلاش اللي تبغيه كيتبدل وينقص الكلام واللي باعك شريه وخليه هو اللي يتلم واللي مع الخدمه ومو طلبتو منه يزيدوا لي في الصالير تاع قال لك ولا وانت ما ديما كدير لا سوايع الاول ما عرفت شنو غندير وحق الله وعلى هاد الصالير وعلى هاد الفلوس انا جيت ندوي معاك شنو عاوتاني شنو يلا سمعنا اخبار شنو عارفني انا يا عزيز عليا نعاونك وفي جنبك ومعاك ديما ياك اشنو عرفتي نجبيه الصالير ديالك ما كافيش وبغينا نديرو ولا بالعكس بالعكس والله انا راه صابره معاك واي حاجه ما عنديش مشكل غير هي انت عارف باللي على قبل هذا الصالير حنا ما قدناش نديرو الولاد يا كاين هادشي ولا لا وعارف علاش كتجرحي فيا ما كنجرحكش راجل انا ما كنجرحكش بغيت غير نقول لك راني بغيت نخدم ونعاونك شنو نخدم ونعاونك هي دابا بقيت راجل هادرة. لا ملي قلتي وكم بقاش راجل نعاونك نخدم وكذا وشنو زعما ما كافيكش الصالير ديالي نهار الاول تفقنا على هادشي ماشي ما كافينيش انا بغيت غير نعاونك باش نديرو الوليدات انت 40000 ريال ديالك 40000 ريال ديالي هي شحال هي 80 وهي قاد انا باش نشريو ليك كوج ونشريو الحليب ونديرو وليدات يدورو بينا نكبروا يهزونا واش نبقاو غير بجوج ولكن هاد الخدمه ديال المرات خدم ما دخلش في بالي الصراحه ما نكذبش عليك والزين ديالي والفون عارف ياك انت كتيق فيا ياك وعارفني اش كنسوى ياك وصافي غادي نمشي نخدم وغادي نجي باش نتعاون وصافي فاش تخدمي بعدا ما عرفتش انا نقلب ونشوف كذبش عليك انا ما تنتيقش في مرات خدم ماشي ما تنتيقش ما كتجيني مرا المهم يحلها يحلها وصافي كاين شي غدا بعدا ويلي انا موجده لك كلشي على ما نخليك بلا الجوع يا سير سير والله الا فيا الجوع يلا نمشي نتوسل هاي راه طبعا انا ديال الخدمه قلت لك 40 غير 40 80 ربعتي ما كافياش عرفت والله ما عرفت ما عنديش فكره ان انا مرات تخدم وليني غادي نحاول نشوف والله ما عرفت صراحه كان قال لي واحد السيد خاص مرتك تخدم خاصك تعاونو المهم فكره عجبتني ما عرفت شكله مش موضوع بسيط في غدر وفي حوارات ده انا بسهر بالساعات كل ده بيحصل اوام حاسس ان كده ابتديت ابقى رومانسي وضعيف ليه النوم بقى خفيف كنت لما بنام بنام شكله مش موضوع بسيط في غدر وفي حوارات ده انا بسهر بالساعات كل ده بيحصل اوام حاسس ان كده ابتديت ابقى رومانسي وضعيف ليه النوم بقى خفيف كنت لما بنام بنام الجمال عدى الكلام تضحكي لي وتاخدي كام ادفع العمر اللي جاي بس وترد السلام مش بأفور صدقيني حس بيا كلميني حتى لو موضوع غريب اللي طلبه تفهميني ده انا والله ابن ناس مش بعاكس من الاساس تلقاني عبر جرادي يا حبيبي اي ولي ولي وهي الملا يا حبيبي عيتني يا ملك دوب جلا وتلقاني عبر جرادي يا حبيبي تبارك الله عليك والله يلا تبارك الله وصلى عليك تبارك الله مزن ديالي شد الحالة ايوا راني غدا الخدمة بهاد الحالة مالك جاتك حالتي وين قلتي غنتعاون معاه وكذا ماشي تعاوني معايا بالعلا وين الحبيب ديالي على الخدمه اش كيبغيو الاناقه الا ما كانش اناقه راه كما يقبلوني وهاد الاناقه ديري الزيت زياري في وجهك قدي وجهك اما داكشي شنو هادشي شنو انا كندير الزيت واخا ماشي دير غير خدمي خاصك ديري الزيت باش الانسان ما يسمعش فيك
وكل هاني من هاد الناحيه واش مليتك عبدو؟ انا غدا غنخدم. شوفي ما تخليش القوه اللي قبل اللي قبلت لك انك مشيتي خدمي تندميني في حياتي. ايوا كيفاش انا غادي نقلقك؟ ها ولا ما تقلقينيش ولينا راه هادشي راه باليا خارج على القانون. صافي اللوين ديالي صافي كنت غير عليا. ولا وخليني من الهضره ديال وانا كندوي في الواقع. كندوي في الواقع الانسان خاص يكون طبيعي ماشي انت راه مجوجه وخليني من الهضره ديال الدراسة. صافي ها الشيطان لا نولو في هادشي راه نولو في انا صافي دابا تعاد كنت خصني نمشي لا ما نقول الخطا يلا تهلا فرانس باي باي الله يخرج هادشي بخير ولا خير وصافي بلاتي نوصلك بلاتي بوشرة جاية مزينة باللبانة يا لالا ديلا خاتم قناوية من البعيد سمرة كتبانة يا ماما بنت الشرفة الشرقاوية جاية مزينة باللبانة يا لالا ديلا خاتم قناوية كبر علينا تتي ما وانت السر انا الولد كتقصي تديرها منك عادي ايه فراش كتر ورا قالوا لي راك خدمتي ويلي خدمته سكتي والصالير اختي طالع انا كتبعوا لي 40000 ريال احنا اختي عليه وريك ها واش دار معاك في اللبس ويلي علاش غيدير معايا في اللبس على هو مازال يقدر يضوي نسي طرا ايوا انا نسيت طرا خط مع راسك حطيتي ماسكارا حنا عاوتاني انا راهي كلشي مزيان شكون وصل لك هاد الهضره سخونه ودرا عزوينه كلشي كيوصل كلشي كيوصل يا اختي ربي السلامه كان البركاكه كلشي كيوصل اختي وانت اختي تبانيها من الشرشه اختي جيت نبارك لك قالوا لي خدمتي جيت فرحانه ومضربه انا والكادو اللي ولا عرفت انت خصك تجيب لي الكادو انت اللي خدمتي الدريه وخاص علينا بعدا شي غدا ويلا على الدريه صافي غنخلص عليك اختي الغدا والعشاء واليوم بغيتي فلوس ولو دايرين هاي 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 نوضي حالك اختي سير هاي هاي على الغدا سبعه كنت سالك الغدا خمسه وخميس اختي خمسه وخميس يا ربي صحاباتك ويتبعوك الحسد وزيدي على الباب تي تسدلي فلوك الباب اختي انا بغيت نمشي نشرب ونشربش سير ما تشربيش اختي ولي تبغي تجري عليا سير خمسة وخمس في عينيك يا ربي السلامة تابعة غادي انك على الدرهم اللي تدخل لك بوصل شوف هادشي اللي كديري مابقاش كيعجبني اش درت؟ اش عباد الله واش تدري شويه واش انت خدمتي صافي وبغات تولي طغاي مالك لبس المينيات؟ اول حاجه بعد هاد صاحبتي مابقاش جاي عندك وعلاش بالسلامة؟ هي اللي خرجت عليك هي اللي اقترحت عليك الخدمة واش كتخرج فيا عينيك وغدرني بوشرة هذاك اللبس اللي كتلبسي راه ماشي ديال وحده مجوجه واش الناس الدرب كامل كيدوي عليك وانت مجوجه ويدوي وسيدي اللي بغى يدوي اللي عنده فمه يدوي به اش كنت تصارتي والله شت صارتي وحق الله اش كتهضر معايا بهذه الطريقه ومالك فاش كتغني معاك شي فلوس شنو داروا لك ها فلوس 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 ما داروا لي فلوس وير دابا دخلنا عليك بالله دابا انا كرامتي طيحتي يلاه يلاه شنو باش انا شوف الفلوس دابا ديمي انا باغا نخدم وباغا نجيب الفلوس على هاد الثلاجه هادي شكون شراها ها والتلفازه اللي شحال وحنا ما عندناش تلفازه شكون خداها والحوايج بلا ما تخليني نبقى ندوي يا عبدو هذاك الشيء ماشي مهم راه المهم الحياه الزوجيه تكون سعيده وعلى حنايا مالنا تعاسه لا راه انت اللي بغيتي ديري خدمي شو خدمو تسدري تسدري واش انا نبقى تشويني في الدرب انا ما مشوهاكش انا كنمشي نخدم حلالا طيبة حلالا طيبة وتتعري واش تقول لك شحال طيبة وتتعصبي فيا سير سير دابا غنجيب لك ما تاكل غنكون نهضرو في هذا الموضوع مع سالي باش ما نخرجو حتى شي نتيجة دي كلاص شي عندكم هنا كيفاش عايشه هنا كيفاش هاد السن كامل عايشه هنا انت تشوف اخويا صبر وصافي هذا هو الباب ديال الدار مزيان
ديك راجلك ما يقولش حاجه. ما كاينش راجلي اصلا. اصلا راجلي كول سي بون. مرحبا بك. كيفاش كدار من الداخل؟ سي بون زوينه كوميم ياك. مي الدروج عندكم بزاف ديكوراس، ما فهمتش كيفاش انت عايشه. ايوا اش غندير؟ الصبر وصافي، هادشي اللي عطا الله. البرد البرد حلي البرد. حل البرد؟ واحد الريحه ما عجبتنيش. ويلاش من الريحه؟ عرفتش انا صافي. ياك بغيتي تقول انا معفونه؟ نو 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 انا فغيمون ما مولفش هاد الهيش هذا. اشنو بغيتي؟ غير حلي الشرجم شويه وصافي. من هاد راجلك بحال هكا مريض. سلمش عليا ما سلمش عليا. غير ما عندي. نو نو جامي شي واحد دار ليا بحال هكا. غير مسحها فيه غير مسحها فيه. ويلي 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 لاباس تولي لاباس. ولي جيتي تدخلي حتى للدار. ولي جيتي تدخلي رجلي حتى للدار. هادي الثقة فيك. هادي الثقة برك علي باغي نخدم وباغي نجمع شملي وباغي نولدو الوليدات وجيتي تجيب ليا الناس الرجال حتى للدار. ها؟ هادو خير فيك بوسرة. ها هادو الحب اللي دوزناه بوسرة. ها ولي شط علينا في داري في داري في داري بوسرة في داري. واش عيشو مالك؟ علاش كتنكرو العشرة؟ علاش علاش كتنكرو العشرة؟ في دقيقة في ظرف دقيقة نسيتي كلشي. واش راه سكوا السات السيد كيقول شي هضره كاع ما فيا انا؟ كيفاش شرحي لي ما فهمتش. واش ما مرحبش بيا انا شي بحالي؟ لا غمسحة فيا غمسحة فيا. راه راجلي وراجلي ما تيعرفش ما تيعرفش. نو نو سي ديكولاس. ياك عبدو هادشي اللي بغيتي. مسحة فيا كيفاش مسحة فيا؟ بوسرة دوي معايا. واش كنحلب انا؟ واش كنحلب؟ ويا ويا خليك كولا صاحبي. حنا راه جينا على قبل افير هنا ماشي جايين باش نلعبو. افير في داري ديكولاس. كيفاش افير؟ شفين هاد الافير فين؟ عبدو ياك انت كنتي باغي الفلوس. فهمت. انا ما بغيتش شكون اللي قال لك الفلوس؟ ها ومني كنت شريت الثلاجه والتلفازه وداك الشيء ما كانش عاجبك الحال. ومني شريت الطوموبيل ولينا نخرجوا بها. ها ما عاجبكش الحال؟ شوفي انا عمرك كان عاجبني الحال. قلت لا قلت المراه باغا تعاون معايا المراه باغا تعاون على الزمان باغا الاولاد باغا كذا. انت قلت ماشي مشكل ولكن انت زدتي فيه. ولا علاش كندير دابا؟ واش انا ندخل عليك شي واحد؟ ها الباترون ديالي الخدمه خدامين. شنو كيقول هذا؟ شنو كيقول؟ قوى الهضره ما كنفهموش. شنو كتقول اصاحبي؟ ما فهمتكش. اش بغيتي؟ حنا No.